السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم راح نتكلم على طريقه تكاثر نبات السجاد من خلال الشتلات باستخدام الماء. طبعا هاي الطريقه جدا سهله، بامكانكم تكاثر النبات من خلال الشتلات. راح نتكلم على الخطوات الاساسيه اللي تحتاجوها حتى تنجح عندكم العمليه ان شاء الله. اولا تستعدون لتحضير الشتلات، بحثوا عن نبات السجاد يكون صحي، يكون مناسب للتكاثر، وقصوا جزء من الساق الجانبي أو الفرع من النبات الأم، ويجب أنه يكون عنده أوراق، بعض الأوراق والعقد. مثل ما تشوفون هنا قصيت هذا الجزء، والقص الجزء الثاني أيضا قصيته. للأسف اضطريت أنه أقصه ولو النبات الأم كان صغير، لأنه أطفالي كانوا يلعبون وضربوا والنبات وانكسر جزئين من الساق مثل ما تشوفون هنا. فتركت الأمر بسرعة وزلت الأوراق السفلية، وهنا مثل ما تلاحظون تقريبا عنده 3-4 عقد على كل غصن، وبعدين خليته بالماء مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. وتجي هنا مرحلة الاستنبات، قوموا بوضع الشتلة في وعاء بتربة زراعية بعد ما طلع عنده الجذور. بعد ما طلعت الجذور أصبحت الجذور كافية، تدخلوا بالتربة زراعية رطبة جيدة التصريف، وبعدين تستخدمون تربة خفيفة مناسبة لنبات السجاد، وأيضا تخلون جزء القصير من الساق في التربة بعمق حوالي 2-3 سنتيمترات. بعد ما تخلوه بالتربة تقوم بالري، تعطون النبات الري بانتظام بلطف باستخدام رشاش ماء حتى تحافظوا على الرطبة، التربة تكون رطبة، لكن تجنبون تشبع التربة بالماء، ويفضل أنه تكون التربة رطبة وليست مشبعة بالماء. من ناحية العناية بالشتلة، قلنا أول ما تطلع عندها الجذور من خلال التنبيت بالماء نقلوها إلى التربة، تقومون بريها بانتظام. هسه لازم تعتنون بها، تخلوها في وعاء مكان مشرق، مكان مناسب، وتجنبوا تعريض الشتلة لأشعة الشمس المباشرة، وحافظوا على رطوبة التربة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، تكلمنا على طريقة تكاثر نبات السجاد من خلال الشتلات من خلال الماء أيضا وبواسطة الماء. بالفيديو الماضي قبل فترة تقريبا 3-4 أشهر، راح أخلي الرابط لهذا الفيديو، تكلمت بموضوع تكاثر نبات السجاد من خلال الشتلات باستخدام التربة فقط بدون أي ماء، بدون أي ظهور أي جذور. والحمد لله والشكر نجحت هذه التجربة، نجحت التجربة من خلال تكاثر من خلال التربة. وتم هذا الشيء عن طريق أنه يعني نفس الساق، نفس العقلة اللي أخليها بالماء، بدل ما أخليها بالماء أخليها مباشرة بالتربة، وأغطيها بالتربة، أغطي تقريبا عقدتين من الشتلة هاي داخل التربة، وأعتني بها عناية مباشرة. أحاول أنه أرشها مرة بالأسبوع أو مرة كل أسبوع ونص، أرشها بالماء، أتأكد أنه التربة تكون نوعا ما رطبة، وخلال فترة شهر ونص شهرين حسب الأجواء الموجودة داخل المنزل راح تطلع وتتكاثر إن شاء الله، وراح تظهر جذور داخل التربة. يعني عندكم هسه طريقتين لتكاثر نبات السجاد من خلال الشتلات، طريقة الماء تشوفون الجذور أول ما تكون قوية، تقريبا تكون ب يعني طول تقريبا 10 سنتي ماكسيمم أكثر يعني حجم، وبعدين تقلوها للتربة أو مباشرة تأخذون الشتلة أو العقدة، تزيلون أوراق السفلية من عدها وتغمروها في التربة، وتتأكدون على الأقل عقدتين موجودة داخل التربة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، وإذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق، مع السلامة.